Thank you very much, Your Excellency, ladies and gentlemen, dear ministers. First of all, I'd like to thank His Excellency Sameh Shoukry for the warm welcome. Thank you to our host for your hospitality. I think that we can all agree that we are already impressed by the administrative capital of Egypt. And thank you for this honor. In Egypt, in my capacity as Deputy Prime Minister, in my capacity as Deputy Prime Minister, my dedication includes 10 سنوات فإن وفدي قد تضمن وزير الدفاع ووزير الاتصالات ووزير الاقتصاد والصناعة وكذلك وزيرة الابتكار والنمو ووزير النقل. وأود أن أذكر ببساطة أنها في عام 2018 في إطار وزارة السيد وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية مصر إلى بلغاريا فقد توصلنا إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون، والآن بدأنا الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون والتي ترأسناها معنا مع السيد وزير الخارجية، وقد تبنينا بيانا مشتركا. ولكن الآن أننا نرسل إشارة قوية، أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة، ومن المهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى. عقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية، ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية. أقول اليوم رسائلي اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية. وأثناء المناقشات أكدنا على التزامنا لتقوية وتعزيز الحوار السياسي وأخذ شراكتنا إلى بعد جديد. مصر بالنسبة لبلغاريا من أحد الشركاء الأساسيين التجاريين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وناقشنا الاستثمار والتعاون المشترك والتجارة. نحن في موقف جيد لتعميق التعاون بناء على طموحات بلدينا لكي يصبح مراكز للابتكار وللسياحة والاقتصاد والتجارة والأعمال وبوابة للأعمال التي تستهدف الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. واتفقنا على تعزيز كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الجديدة، وخاصة في مجالات الرقم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وكذلك تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والطاقة، وكذلك في مجال في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة مثل الدفاع والزراعة والسياحة والتواصل بين الشعبين. وقررنا أن نجتمع أو نعقد الجلسة الثانية للجلسة للجنة المشتركة للتعاون أن تعقد هذا العام، وأنني أتوقع أن توسيع قاعدة القانونية تستعمل ستسهم في توسيع التعاون. والآن أن توقيع مذكرات التفاهم أضافت قيمة لاجتماع اليوم، وأود أن أؤكد على الإعفاف فمن التأشيرة قصيرة المدى واشتراطاتها. هذا الاتفاق بالطبع ستعزز العلاقات الصداقة بين البلدين وتيسر السفر على من يحملون الجوازات السفر الدبلوماسية، وكذلك التعاون بين وزارتي الدفاع
فهم لا وزير الدفاع ليس معنا، ولكن من المهم أن نقول بأننا نود أن نعزز التعاون في مجال الدفاع، وبخاصة بالحديث عن التدريب والتثقيف العسكري ومجابهة الإرهاب. كل هذه الموضوعات مهمة لبلدينا، وشهدنا مع السيد وزير الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في بلغاريا ووزارة البترول والتعدين والموارد والثروة المعدنية في مصر، والهدف هو واضح، ولوضع إطار عمل لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي يستند على مبدأ الاستفادة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة وأهداف البلدين. وأعتقد في النهاية من المهم أن نذكر أننا قد ناقشنا عمليات إنهاء المذكرات واتفاقيات مهمة أخرى، وبخاصة اتفاقية في مجال النقل، لأن لدينا كثير من الطموحات والتواصل والاتصال بين الشعبين، وكل ما يمكن أن نقوم به في مجال النقل لم يكن من السهل تحقيقه، ولكن من جانبنا نحن مستعدون للخطوات القادمة لإنهاء هذه الاتفاقات أيضا. وأود أن أنهي القول بأننا في عامين سنحتفل بالمئوية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية، وأود أن أقول بأن زيارتنا اليوم سوف تضيف وتعطي قوة دافعة لعلاقتنا، وكذلك التفكير وتقييم كل ما أنجزناه. شكرا جزيلا. Thank you so much. We open the floor for two questions. نكاية الباشا قوس، تفضلي.